كيف تعرفت على جوزيف؟ التقيته بعمل بال 2017 انت وجوليان؟ تعرفت على جوليان؟ ايه، كنا باجتماع بس ثاقبت يعني بهذا العمل بالذات. يعني بعد ما قريت السيناريو وكذا حسيت انه انا مش موقعي، فكنا باجتماع انا وجوليان واحاديث، يعني حديث من هون حديث من هون. كنت بتعرف قصته؟ بتعرف انه هو عم بيتعاطى؟ كنت سامع كثير عن هذا الموضوع بالذات، وعلى قد ما قالوا لي وحكيوا، بتعرفي نحن مجتمع الفني مجتمع ضيق. وعن جوليان اكيد، لانه كان عنده يعني فيديوهات على السوشيال ميديا، يعني صحيح تاخذ ضجه كبيره، فانت شفت يلي بتعرفه من السوشيال ميديا هو ذاته اللي تعرفت عليه على الحقيقه ولا أبداً شفت شخص ثاني؟ ابدا، يعني حتى الاشياء اللي سمعتها عن جوليان يعني بتقولي اوف، لما قعدت مع الانسان قديشه طيب، قديشه رايق، قديشه بحب يساعد. يعني جواته طفل، يعني اذا جرح حدا بلاقيه بدمع، اذا جرح حدا بدمع لدرجه بتهدي انت وياه. كيف بيصدق الواحد انه اذا جرح حدا بدمع وهو خانق الكل وما ترك لا نجمه ولا شركه انتاج، يعني حتى مهنته خسرها، يعني هالتناقض بشخص واحد؟ 100%. بس الاشياء اللي انا لمستها يعني، والاشياء اللي صارت قدامي، والاشياء كمان حتى من بعد تجربه يعني بيني وبينه، يعني صرت شوف هيدا الانسان انه ما في حدا عم بيفهمه. يعني انت بارونتيز لازم حدا يفهمه. طيب خليني بس قبل اقول شغله، انت استرجيت تعمل صداقه مع شخص سامع عنه هيك وبتعرف انه بيتعاطى، مع العلم انه نحن كل مجتمعنا بيقول بيتعاطى ما تروحوا معهم، بلكي تعودت صحيح. وكل اثنين بيترافقوا بيكونوا اثنيناتهم بيتعاطوا، كل هول البلا بلا بلا اللي بنسمعهم، كيف استرجيت انت تمشي معه لجوليان؟ انا اول شيء بشخصيتي ما ببني على السمع، بلس عن هذا الشيء لما جمعتنا هذه الشغله شفت قديش فيه براءه، شفت قديش عم بحب يساعد.